يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم يحضر آخر درس فقط في الكتاب ثم يقول أنا ختمت هذا الكتاب مع هذا الشيخ، فهل فعله ماذا صحيح وما نصيحتكم لهم؟ يقول حضرت ختم الكتاب، هذا صحيح، حضرت ختمه. أما أن يقول ختمته هذا كذب، ختمته معناه أنه قرأه من أوله. نعم، عاد ينفعه إذا قال ختمته أو قرأته وهو ما يفهم شيء، ينفعه ذلك. نعم.